ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane saalax jaamac ayaa la kulmay ku-xigeenka xogeeyaha guud ee nabadda ee qaramada midoobay jiin bero elexor labada mas-uul ayaa ka wada hadlay muhiimadda ay leedahay nabadda iyo xasiloonnida soomaaliya iyo guud ahaan gobolka geeska africa saalax axmed jaamac ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa uu ka mid ahaa wafdigii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya وأوه جامنا يي مدح وينها الجمهورية حسن الشيخ محمود إيه كسو قيب جلي شرم الحيط كسو دنيا التضاد إيه جلها مده أفريقيا رجل زارك كل حاجة مدرشة صدني التضاد إيه جلها مده أفريقيا وحأو كجدي خطبة تاريخية إيه سو قصيقة تدر وجه الله ده أي جمهورية ده فدرالك الصومالية وقشرت سيد الله عربتير لها كوحها خوارجته إذا لم يكن هناك دلك الصومالية نبديسة قعنتها لوغو قبل لها رزيل وزارة كوحيجينك وحا كولانك ماانتا كلاقايب غلاي جمهورية دا فدرالك الصومالية اي إيثوبية عبد الله محمد ورفا لطليها أمنيغا رزيل وزارة حكومة دا الصومالية مدانا كمال داهر قوتالي إي أغاسيما كوحيجينك مدحتو يدا الصومالية مدانا محمد أمين شيخ زكري خليفارح ورباهين تقرنكا And this Ababa Ethiopia